ضربة كبرى من الداخلية المصرية وتنشره في بيان عاجل للمواطنين. وبيان عاجل من مكتب النائب العام المصري لكل المواطنين، انشر لحضراتكم التفاصيل. وبيج رامي الأسطورة يفعلها من جديد ويرفع اسم مصر عاليا. تفاصيل تتويج البطل بلقب مستر أولمبيا. وعاجل لكل المواطنين بعد تفعيله في 426 مسجدا جديدا. ما هو الأذان الموحد في مصر وكيف يتم؟ وعاجل بالتفاصيل، هل مصر قامت بمنح جنسيتها لثلاث سوريين؟ ننشر لحضراتكم التفاصيل. وقضاء المصري ينتصر على نائب سابق بالبرلمان ويلقي به في السجن المؤبد، تعرف على التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق لنا التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية وتنشر في بيان عاجل للمواطنين. أحبطت الشرطة المصرية يوم السبت محاولة تهريب 325 ألف قرص كبتاجون إلى خارج مصر. قالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إنها تابعت نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، يعتزمون إعداد وتجهيز شحنة لمخدر الكبتاجون وتغليفها بأوراق الكربون في محاولة منهم لإخفائها والحيلولة دون ضبطها تمهيدا لتهريبها لإحدى الدول. أفادت الإدارة العامة بأنه بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط الأشخاص 4 حال ركوبهم سيارة بدائرة قسم شرطة المعصرة. وأضافت أنه تم حجز 325 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون ومبلغ مالي وهاتف محمول، مؤكدة أنه وبمواجهاتهم اعترفوا بنشاطهم. وأوضحت أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بحوالي 11.5 مليون جنيه مصري. مصدر معنا كان من RT والصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيج رامي الأسطورة يفعلها من جديد ويرفع اسم مصر عاليا. تفاصيل تتويج البطل بلقب مستر أولمبيا. احتفظ المصري ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي للعام الثاني على التوالي بلقب مستر أولمبيا، اللقب الأكثر شهرة في كمال الأجسام. وتوج المصري بلقب البطولة لعام 2021 ضمن الحدث الذي استضافته مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية. وتفوق بيج رامي على منافسه الأمريكي برناندون كاري وصيف عام 2019 من مستر أولمبيا، وصيف عام 2019 من مستر أولمبيا، ووصيف العام الماضي الذي فاز به بيج رامي كأول مصري في التاريخ. وبلغت قيمة الجائزة المالية التي حصل عليها بيج رامي 400 ألف دولار. ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا. وقد ظهر بيج رامي البالغ 37 سنة على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل أي 136 كيلو جرام، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020. وظهر بيج رامي الأول مرة على الساحة الاحترافية لهذا النوع من الرياضة في عام 2013 بفوزه بجائزة نيويورك برو في ذلك العام، وهو الظهور الثامن في مسابقة مستر أولمبيا والعرض التنافسي الـ20 في منافسات كمال الأجسام. ونال بيج رامي شهرة واسعة العام الماضي عندما أصبح أول مصري يتوج بلقب مستر أولمبيا وتربع على عرش رياضة كمال الأجسام. المصدر معنا كان من باربيند.com. أترك لحضراتكم التعليق، ونتمنى يا رب الخير ومزيدا من النجاح للأستاذ ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي. ربنا يحفظه ويبارك له يا رب ويوفقه دايما ويديله مزيد من النجاح بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، و
عاجل لكل المواطنين بعد تفعيله في 426 مسجدا جديدا. ما هو الأذان الموحد في مصر وكيف يتم؟ أعلنت وزارة الأوقاف في مصر ضم عدد من المساجد الجديدة ضمن مشروع الأذان الموحد الذي أطلقته الوزارة في عام 2019. وأكد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف اللواء عمرو شكري أنه تم ضم 426 مسجدا جديدا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي المساجد التي شهدت تشغيل وتفعيل وحدات الأذان بها على صعيد مسجد القاهرة الكبرى ل 3538 مسجدا. وأطلقت وزارة الأوقاف مشروع الأذان الموحد في عام 2019، وهو المشروع الذي يعتمد في الأذان على الصوت الموحد لمؤذن واحد حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدة، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد. واعتمدت الأوقاف مشروع الأذان الموحد في مساجد العاصمة وذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد، حيث يتم ذلك من خلال جهاز الاستقبال اللاسلكي. ويقوم عامل المسجد بدور مهم في المشروع الجديد، إذ يفتح جهاز الاستقبال قبل الأذان بخمس دقائق وينتظر رفع الأذان، ويغلق الجهاز بعد الانتهاء من رفع الأذان في الصلاة. وجهاز الاستقبال يعد أهم خطوة في مشروع وزارة الأوقاف بشأن الأذان الموحد، لأنه يستقبل الأذان ومن ثم بثها. ويتكون جهاز الاستقبال من أربع قطع، قطعتان إلكترونيتان ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث، ويتم تركيبها أعلى المسجد. ويتميز نظام البث في مشروع الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون حتى لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين، وتم ضبطه مسبقا من مهندسي الصوت حتى لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت. وتسعى وزارة الأوقاف إلى تعميم تجربة مشروع الأذان الموحد في باقي المحافظات على مستوى مصر، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة. مصدر معانا كان من الوطن، نتمنى إن شاء الله الخير بإذن الله. ويعني النظام حلو، إحنا بنتكلم ونقول دلوقتي إن النظام جميل وحلو. لما يبقى فيه أذان موحد إذن فيه صوت متوسط أو صوت معين ذو مستوى من الصوت لا يزعج أحد، وفي نفس الوقت يعني أدوا غرضه في التمام والكمال. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل بالتفاصيل. هل مصر قامت بمنح الجنسية لثلاث سوريين؟ وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بالموافقة على منح الجنسية المصرية لثلاث مواطنين سوريين ومواطن ليبي. وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فإن رئيس مجلس الوزراء وافق على منح الجنسية المصرية لكل من زياد مصطفى العيسي سوري الجنسية من مواليد حلب عام 76، وعبد الرؤوف محمد القدسي سوري الجنسية من مواليد حلب عام 79، ومحمد برهان أحمد شعبان كينجو سوري الجنسية من مواليد حلب عام 65، وطارق فرج مسعود ليبي الجنسية من مواليد طرابلس عام 73. مصدر معانا كان من المصري اليوم، نتمنى إن شاء الله الخير للجميع. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من مكتب النائب العام المصري لكل المواطنين. أعلن محمد الجندي الخبير الرقمي لمكتب النائب العام في مصر أن النيابة العامة أطلقت قناة على موقع يوتيوب بهدف نشر الوعي بين المواطنين. وحسب الجندي، يأتي فتح القناة ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وبناء على خطة وضعت على مدى 3 سنوات لهذه النقلة. وتابع كمية الأوراق الكبيرة في النيابة تحدث مشاكل، ولكن بعد التحول الرقمي هيبقى هناك نيابة بلا أوراق، وصاحب القضية يطلبها رقميا دون وجود أي مشاكل، وتيسير العديد من الإجراءات على المواطن، وبيساهم في مكافحة الفساد وكذلك عملية المراقبة. مصدر معانا كان من اليوم السابع، نتمنى إن شاء الله يعني التحول الرقمي جيد في جميع المصالح الحكومية، مش فقط في يعني النيابة العامة أو الهيئات القضائية. نتمنى التحول الرقمي
في جميع إن شاء الله المصالح الحكومية للتيسير على المواطنين. ده شيء مهم جدا، إنك يعني لما تيسر على المواطن هيبقى عنده وقت إضافي مثلا يروح شغله يقضي مصالحه، ده هيبقى شيء مهم جدا وهينقل مصر في حتة تانية، ده أكيد. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والقضاء المصري ينتصر على نائب سابق بالبرلمان ويلقي به في السجن المؤبد. تعالوا نعرف مع بعض التفاصيل. قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد على نائب سابق بمجلس النواب المصري بتهمة الفساد، كما حكم قاضي الجلسة المستشار وحيد صبري بغرامة 1,500,000 جنيه والسجن 10 سنين بحق رئيسة حي وسط الإسكندرية والمؤبد لموظفة أخرى بالشؤون القانونية بديوان محافظة الإسكندرية، وأحكام أخرى بحق آخرين وعددهم 13 متهم. ترجع أحداث القضية المذكورة إلى مارس 2019 عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين بعد ثبوت الحصول على رشاوي مقابل أعمال البناء المخالف، وثبت تبرط عضو مجلس النواب في القضية. أحالت نيابة أمن الدولة العليا حينها القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة رئيسة حي وسط وكذلك الباحثة القانونية بالحي وآخرين بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر وكذلك هدم عقارات دون وجه حق. أكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بقيامهما بأخذ 250,000 جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، كذلك حصولهما على مبلغ 500,000 جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمها وتحصلها على 2,000,000 جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، كذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400,000 جنيه لغض الطرف. وتبين في التحقيقات التي أجرتها النيابة اشتراك عضو مجلس النواب معهما في تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه، حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ 1,500,000 نظير تخصيص أراض لمقابر استثمارية بمنطقة آبيس. إما باقي المتهمين وعددهم 13 متهم فجميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظفين عموميين لتسهيل أمور مخالفة للقانون، وبعرض الواقعة على محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها. مصدر معانا كان من RT، شيء عظيم جدا لما تقوم النيابة الإدارية بضبط المتهمين، متهمين مسؤولين ومسؤولين كبار، يعني شيء في منتهى الأهمية لما نحارب الفساد، وهذه كانت توجيهات الرئيس السيسي بمحاربة الفساد، لأن الفساد كتير والنيابة الإدارية لسه عليها شغل أكتر. نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل المصريين ولجميع المواطنين ولجميع الموظفين ولجميع الطلاب، وإن شاء الله تكونوا بألف خير وبألف صحة وبسلامة. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. أتمنى أكون عند حسن ظنكم بإذن الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، وكان أيضا معنا أبانوب خلفاوي، تحية طيبة لي لأنه بيتعب معنا جدا، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.